في نيوكاسل نجح علماء في إنتاج حيوانات منوية في معملهم، وذلك من خلال خلايا جذعية جنينية. ويعتقد الباحثون أن ذلك سيساعد الرجال الذين يعانون من مشكلات في الإنجاب، لكن خبراء آخرين أعربوا عن اعتقادهم بأنه لم يتم تخليق حيوانات منوية بالكامل أو بالكاملة. القضية تثير جدلا أيضا حول مدى أخلاقية هذا النوع من التجارب. علماء في جامعة نيوكاسل على أبواب فتح علمي لا يبدو أن أحدا سبقهم إليه، ألا وهو تخليق حيوانات منوية بشرية في المختبر. فقد تمكنوا من تطوير حيوان منوي من خلايا جذعية استخلصت من أحد الأجنة. العلماء قاموا بتربية الحيوان المنوي مدة 6 أسابيع في مختبرهم، وهي فترة قالوا إنها كافية لاكتمال النضج والقدرة على الحركة. لكن هذه الحيوانات المنوية المخلقة لا يمكن استخدامها للإخصاب، فالقانون البريطاني يمنع استخدامها لعلاج العقم. إلا أن الباحثين هنا يقولون إنه بمجرد نجاح التجربة يتعين رفع الحظر على تطبيقها لعلاج عقم الرجال. I think this is a very important technique. Because for the first time enable us. أعتقد أنه أمر مهم للغاية، فللمرة الأولى نتمكن من دراسة تطور الحيوان المنوي في المختبر ودراسة العوامل المؤثرة في خصوبة الرجل، ونأمل أن نطور أسلوبا خلال الأعوام 5 أو 7 المقبلة لمساعدة الرجال المصابين بالعقم. Technique in 5 to 7 years to help infertile men to have the. لكن علماء آخرين من نفس الميدان كان لهم رأي مختلف، فقد شككوا في إنتاج حيوان منوي في المختبر، وقالوا إن الخلايا استخلصت من خلايا جذعية جنينية ولم تخلق بالكامل في المختبر. فريق ثالث من المختصين قالوا إن التجربة تفتقر إلى الأخلاقيات. المشكلة هنا هي أن هذه الحيوانات المنوية استخلصت من أجنة بشرية صحيحة، وهذا يعني التضحية بروح بشرية لتخليق روح أخرى، وهو أمر غير أخلاقي على الإطلاق. علماء جامعة نيوكاسل يقولون إن تركيزهم الحالي على فهم العوامل المتسببة في عقم الرجال ومعرفة أسباب انتقال بعض الأمراض الجينية من جيل لآخر. نتائج التجربة تبدو مثيرة للاهتمام، ولكنها مثيرة للجدل أيضا. أشرف زيدان، BBC.